الملايين، السادس عشر من شهر يوليو. أجمل وأحلى وأروق صباح لكم يا عرب وين ما كنتوا. أكيد يسعد صباحك. صباح الخير لجين، صباح الخير يا عرب. إذن يومين فقط وبعد يومين، يعني يومين بالنسبة لنا كشغل، نعم، وبعدهم يومين تقريبا ورمضان يجي، يعني أربعة أيام بقت على الشهر الفضيل. احنا في انتظاره بكل شوق، لذلك اليوم راح نبدا ايضا بانشوده في نفس الاجواء الرمضانيه مع فرقه هارموني باند، وبعدين نرجع لكم. احنا هنطلع فوق، احنا يلا فوق. تلقاني مرتجفا حقا،
أتيحت لي فرصة عمري من طه ديني أتلقى تلقاني مرتجفا وصلنا لنهاية حلقة اليوم. أنا عن نفسي ألقاكم إن شاء الله بأول أيام عيد الفطر المبارك، أكيد رح أشتاق لكم كثير كثير، بس رح نضل متواصلين على التويتر. لا ما عرفت المفاجأة أنك أنت آخر يوم اليوم. أنا بعد بشوفكم إن شاء الله أول أيام العيد نحاصر فيك. ناس تغار نسوي. يلا أشوفكم على خير إن شاء الله، كل عام أنتم بخير مقدم. إن شاء الله يا رب، مع السلامة. أيها المبعوث فينا.